أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. زلنا في محورنا الثاني من حلقة اليوم، نناقش في الاتفاق المتعارف باسم المدن الخمسة والذي تم التوصل إليه بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام تحت مظلة جيش الفتح والجانب الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، بعد مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة. مراسل أورينت نيوز أفاد أن 65 حافلة تقل المهجرين من مضايا وبقينا بريف دمشق، وعددهم نحو 3150 شخص بينهم 400 مقاتل في صفوف المعارضة تم نقلهم من مضايا، وصلوا إلى منطقة الراموسة بمدينة حلب على أن يتم نقلهم في وقت لاحق من اليوم إلى المناطق المحررة في ريف إدلب. كذلك أكد مراسل أورينت نيوز وصول نحو 5000 شخص من بلدتي الفوعة وكفرية المواليتين بريف إدلب، بينهم 1300 من عناصر الميليشيا الشيعية إلى منطقة الراشدين غربي حلب. من جهة أخرى، دخلت قوات الأسد وميليشيا حزب الله اللبنانية رسميا إلى بلدة مضايا بعد ساعات من خروج أهلها، في حين من المقرر إجلاء نحو 150 مقاتل من الزبداني المجاورة في وقت لاحق. يأتي ذلك ضمن الاتفاق المتعارف عليه باسم اتفاق المدن الخمس الذي تم التوصل إليه بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة والجانب الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، بعد مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة. ويتضمن الاتفاق وفق تصريح مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام عماد الدين مجاهد، والذي تحدث لموقع أورينت نت، قال بأن الاتفاق يتضمن 7 بنود، وهي أولا إخراج قرابة 3000 شخص من مضايا والزبداني وبلودان إلى الشمال، ثانيا إخراج كامل كفرية والفوعة على دفعتين، ثالثا إخراج 1500 أسير وأسيرة من سجون النظام معظمهم من النساء، رابعا إدخال مساعدات بالإضافة إلى هدنة في مناطق جنوب دمشق وأولها مخيم اليرموك المحاصر، خامسا بعد مدة شهرين يتم إخراج المحاصرين في مخيم اليرموك إلى الشمال، سادسا حل قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، سابعا هدنة في إدلب وتفتناز وبنش ورام حمدان وبروما لمدة 9 أشهر تشمل جميع أنواع القصف المدفعي والجوي. وتمت قبل أيام عملية تبادل الأسرى بين جيش الفتح والميليشيات الشيعية في كفرية والفوعة بإشراف الهلال الأحمر، حيث تم بموجبها تسليم جثث لقتلى من عصابات الأسد وحزب الله والعديد من أبناء كفرية والفوعة كانوا معتقلين لدى القوى الأمنية التابعة لجيش الفتح، في حين أفرجت الميليشيات الشيعية عن 19 أسيرا بينهم مقاتلون من الفصائل العسكرية، وذلك تطبيقا للمرحلة الأولى من الاتفاق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا السيد ملهم لدروبي، عضو المجلس الوطني من العاصمة السعودية رياض. أهلا وسهلا بك سيد ملهم، تسمعونا؟ حياكم الله، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك سيد ملهم. يعني هذا الاتفاق، اتفاق المدن الخمسة، يعني تم الاتفاق ما بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام وتحت مظلة طبعا جيش الفتح، هل هذا الاتفاق عقد تحت مظلة المعارضة السياسية أم فقط هذه الفصائل دون الاستشارة للمعارضة السياسية، خاصة بأن هناك عدم رضا شعبي وجماهيري تجاه هذا الاتفاق الذي حدث؟ في الحقيقة أنه الاتفاق تم
تكتم وتم بغير استشارة للمعارضة السياسية المتمثلة بالائتلاف والمتمثلة بهيئة المفاوضات العليا. لم يتم التشاور في هذا الأمر، وكان اجتهاد من القوى الميدانية التي ذكرت لأسباب هم يرونها. حتى الآن لم تتضح هذه الأسباب، لكن نحن في تقديرنا أنها لا تخرج عن إطار التغيير الديموغرافي من قبل بشار الأسد وأعوانه، ولا تخرج عن يعني القبول بأخف الضررين من قبل القوى الميدانية الثورية. نعم، طيب ينضم إلينا أيضا العميد سيادة العميد أسعد الزعبي. أيضا إلينا سيادة العميد أسعد الزعبي، يعني استمعت ما تحدث به سيد ملهم الدروبي بأن هذا الاتفاق يعني حدث دون وجود أي مظلة سياسية، أو دون وقع حدث بدون موافقة المعارضة السياسية. طيب يعني هذا الاتفاق حدث، لماذا حدث في هذا الوقت؟ يعني خاصة في ظروف شهدنا ضربة أمريكية، تغير بالمواقف الإقليمية، تغير بالمواقف الدولية، تصعيد غربي ضد موسكو. يعني هل لماذا تزامن هذا الاتفاق مع هذه مع الأوضاع الحالية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. الجميع يعلم أن لا أحد من السوريين موافق على هذا الاتفاق. نعم. لا كفرية والفوعة ولا الزبناني وكل المناطق. إذن لا أحد موافق على الاتفاق، وبالتالي هذا الاتفاق حقيقة هو عبارة عن صفقة إيرانية، مصلحة إيرانية، مصلحة لحزب الله، مصلحة لبشار الأسد، بعملية تغيير ديموغرافي لفرض سياسة الأمر الواقع على يعني أي حد. ولكن سيادة العميد، يعني من وقع الاتفاق هم هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، لكن هناك كثير من حتى من ضمن هيئة تحرير الشام هناك كثير منهم غير راضي على الاتفاق. هما هناك يعني معروف تماما من يسأل عن معتقل له أو معتقل، من يسأل عن جريح له، لا أو هناك بعض الفصائل التي تعيش حالة من الضنك سواء كان بمنطقة الزبداني ومضايا أو أيضا في مناطق أخرى التي شمها اتفاق. ولذلك يعني يكفي أن نقول أنهم لم يستشيروا الهيئة السياسية، لم يستشيروا الهيئة العليا، لم يستشيروا أحد من الفصائل الأخرى، حتى الفصائل الأخرى كان غير موافقة. وبالتالي فصيل واحد هو لا يمثل شيء، ربما يمثل نفسه. عندما نقول أن إيران الدولة أو روسيا الدولة أو حزب الله أو النظام، هؤلاء الذين كفلوا أو ساهموا في كفاءة هذا لأن لديهم مصلحة كبرى، وهم يعلمون تماما أن مرمى من خلف الطاولة يتفقون مع هذا الفصيل أو أحيانا مع أشخاص. ولذلك نقول أن الشعب السوري بكامله غير راضي عن هذا الاتفاق، وهذا يؤكد تماما أو يرسخ سياسة التقسيم، يرسخ سياسة التغيير الديموغرافي الذي يقف ضدها كل الشعب السوري. ولذلك عندما نقول أن إيران وروسيا والنظام الذين يعني ضمنوا تنفيذ هذا الاتفاق ورعوه ويعني حتى أصروا على الإسراع فيه، يذكرنا تماما بما يجري في حي الوعر، يذكرنا بما جرى في دارية. يعني الجميع يعلم أن النظام كان يسارع خلال ساعات لعملية النقل كي لا يعني يعود أحد عن هذا القرار. يعني نتذكر تماما الاتفاق الذي جرى في دارية، أجبر النظام الجميع على الخروج خلال 24 ساعة، لم يمهلهم حتى 48 ساعة. يعني سيادة العميد، أنت برأيك أن هذا الاتفاق كان يعني موجود قبل الضربة الأمريكية وقبل التطورات الأخيرة وتم الإسراع به من أجل بعد الضربة الأمريكية والإجراءات والتهديدات الأمريكية تم الإسراع به، لأن إيران أدركت تماما أنها ستخرج من سوريا وبالتالي لن يكون لها موضع قدم، لذلك تريد أن تفرض سياسة أمن الواقع، حتى وإن خرجت يكون لها داعمين أو ضامنين حول النظام، حول دمشق، يضمنون نظام بشار الأسد كحزام أمني كما فعله حافظ أسد بالزنار العلوي الموجود حول دمشق سابقا. نعم أستاذ ملهم، يعني استمعت ما تحدث سيد أسعد، يعني هو أيضا قال بأن أغلبية السوريين أو يعني أغلبية كل السوريين معترضين حول هذا الاتفاق. يعني اليوم هل المعارضة السياسية سوف تتحمل مسؤولياتها بمحاسبة تلك الفصائل التي وقعت هذا الاتفاق، أم ماذا سوف يحدث ما بعد هذا الاتفاق من ناحية بداخل صفوف المعارضة السياسية والعسكرية برأيك؟ ماذا يجب أن يحدث؟ للأسف الشديد هناك خصام بين الفصائل التي وقعت هذا الاتفاق وبين المعارضة السورية. يعني جبهة تحرير الشام وأحرار الشام هم ليسوا جزء من الائتلاف، وهم ليسوا جزء من هيئة المفاوضات العليا، لكنهم هم المسيطرون على الأرض ميدانيا بشكل أكبر. وبالتالي يعني
هم يظنون أنفسهم أنهم أصحاب القرار ويحسبون أنفسهم أنهم أصحاب الحق. هذا فيه شيء من يعني فيه شيء من التغول على الثورة السورية، وفيه شيء من الظلم لباقي مكونات الثورة السورية، وفيه أيضا شيء من الخطأ، لأنه الأطراف السياسية أنا في تقديري تفهم في العمل السياسي وتفهم في كواليس العمل السياسي وهي بعيدة عن الضغوطات الميدانية، ومن ثم تكون عادة أكثر قدرة على اتخاذ القرار الأصح في القضايا السياسية. أما أن تستطيع هيئة المفاوضات العليا أو الائتلاف أن يحاسب أو أن يحاكم، فظن أنه الأمر بعيد، يعني لا توجد لديهم هذه الصلاحية على محاكمة أحد ومحاسبة أحد. نعم. على الأقل ليس لا. نعم. أعود إلى سيد العميد سعد الزعبي. سيد العميد، يعني هناك أحاديث كثيرة تقول بأن هذا الاتفاق تم توقيعه ليس فقط يعني كانت إيران أو الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات التابعة لإيران كانت تريد توقيعه بشكل سريع، إنما أيضا تم توقيعه بضغوط إحدى الدول الصديقة للشعب السوري. يعني هل هذا حقيقي وواقعي، يعني ما فعلا ما يتم الحديث حوله، أم أنها هي مجرد تكهنات؟ لا أعتقد، يعني أن يعني عندما يتحدث البعض، أنا أعلم تماما إلى ماذا تشير. أعتقد أن قطر ليس لها علاقة، عبارة عن فقط موجودة ضمن هذا الاتفاق، ولكن ليست القضية تتعلق كما يتحدث البعض بأن هناك موقوفين ومخطوفين. هذا الكلام غير عاري عن الصحة تماما. هو عبارة، يعني لو عدنا الخلف قليلا في العام 2012 أو 2013 عندما تم تبديل 48 من المرتزقة الإيرانيين الذين تم القبض عليهم من قبل فيلق الرحمن في دمشق، فأعتقد أيضا كانت يعني قطر بالواجب الضمان، ولكنها ليس لها لا مخطوفين ولا غيرهم. إذن القضية لا تتعلق بدولة صديقة، إنما القضية تتعلق أن هناك إرادة إيرانية وهناك قرار إيراني بضرورة التغيير السريع مباشرة وتشكيل حزام من الحزام الشيعي كما هو الحزام العلوي حول دمشق لضمان يعني استمرار بشار الأسد في الحكم، ليس أكثر من ذلك. ولذلك طالما أن هذا القرار يفيد بشار عمل الروس عليه منذ بداية دخولهم إلى سوريا، واليوم إيران تؤكد وتدعم هذا التوجه وكذلك أذن الروس، إضافة طبعا هذا ما يرضي النظام. ولذلك أقول لك تماما يعني أن أهل الكفرية جلهم أو جميعهم تماما غير راغبين عن عملية الانتقال، وخاصة أنهم فوجئوا بعملية الانتقال السريع. هم كانوا يتوقعوا تأخير هذا الاتفاق، وكان يقال قبل يومين أن الاتفاق ربما يلغى ربما يؤجل شهر أو شهرين، لكن هذا الإسراع بعد الإجراءات الأمريكية بعد الغارة الأمريكية بعد التوجهات الأمريكية المؤشرات هو الذي دفع إيران ودفع النظام إلى الإسراع بعملية التغيير أو عملية النقل. نعم، التغيير يعني حدث بمحيط العاصمة دمشق، خاصة بزبداني ومضايا وبقين، وأن هذه المناطق وبلودان سوف تصبح خالية من سكانها. برأيك يعني هل النظام أراد من هذا الاتفاق، وخاصة حزب الله، يعني خاصة بأن هذه المناطق هي بالطريق إلى لبنان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يعني هل أرادوا هم يعني هو هل هذا الاتفاق يأتي من أجل شؤون استراتيجية عسكرية حماية دمشق؟ بالتأكيد يا أخي. أولا هناك عدد كبير من المقاتلين، أعتقد حوالي 7000 مقاتل موجودين في كفرية وسوعات، سيتم نقلهم، وبالتالي هذا زيادة تعزيز لجهود النظام وحزب الله. ثانيا تعزيز لفكرة حزب الله بالسيطرة على طريق بيروت، يعني يجب أن تكون الزبداني ومضايا هذه المنطقة خالية تماما من سكانها، وبالتالي تكون تابعة لحزب الله. حزب الله الذي استطاع عبر يعني السنوات منذ تأسيسه إلى الآن نقل أسلحته ومعداته ومساعدته كلها بكاملها من منطقة سرغاية عبر الأنفاق الموجودة في منطقة سرغاية أو في منطقة دير العشائر في جبل الشيخ، وبالتالي ما يهم حزب الله هو السيطرة الكاملة على هذه المنطقة، وأيضا تأمين طريق بيروت، تأمين طريق احتياطي للنظام، فيما لو أغلق طريق حمص دمشق يستطيع النظام أن تحرك على طرق ضمن منطقة البقاع باتجاه الساحل باتجاه اللاذقية. وأيضا هي عبارة حقيقة ما يريده حزب الله تشكيل دويلة لحزب الله في المنطقة
وخاصة أنه أيضا يعني يمد يديه عينيه باتجاه منطقة القلمون الغربي الغنية بالغاز والغنية بالنفط. هذا ما يسعى إليه حزب الله، وبالتالي إذا كثير من المصالح لحزب الله كما هي كثير أيضا المصالح لإيران، وبالتالي هم من قام بعملية الاتفاق، وهم من دعم هذا الاتفاق، وهم من أكدوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الاتفاق. نعم سيادة العميد، سؤالي الأخير لك طبعا، وأريد أن أشكر بنفس الوقت السيد ملهم الدروبي حيث انقطع الاتصال معه كان معنا، لكن سؤالي الأخير لك سيادة العميد سعد الزعبي، برأيك يعني تحدثنا قبل قليل فيما يخص بأن هذه الفصائل التي وقعت هذا الاتفاق هي ليست طبعا هي ليست تابعة للمظلة السياسية، هل بالإمكان الذهاب لمحاسبتها مستقبلا؟ كيف سوف يتم ضبط الأمور مثل هكذا أمور هامة ومصيرية للشعب السوري وأيضا لها علاقة بالتغيير الديموغرافي، كيف سوف يتم ضبطها مستقبلا من قبل المعارضة السياسية؟ ما هي الآليات لضبط هكذا أمور أو المحاسبة؟ من هنا يا أخي الكريم، ومنذ أكثر من 6 شهور أو 10 شهور كنت وجه نداء للائتلاف، والهيئة وجه نداء للجميع على السوريين أن يجلسوا، على السوريين المعارضين وعلى السوريين أبناء الثورة أن يجلسوا ويقوموا بتشكيل قيادة سياسية، قيادة عسكرية تمثل الجميع، قيادة عسكرية يجب أن ينصاع كل الفصائل لها، ويكون العلم واحد والهدف واحد والقرار واحد والقائد واحد، وبالتالي تكون الحركة مركزية، تكون التنقلات مركزية، يكون القرار مركزي، تكون التصدي مركزي. هذا ما يجب أن يكون. إذا قيادة عسكرية وقيادة سياسية يجب أن يكون الجميع معنيين بها، الجميع موافقين عليها، الجميع مساهمين بالرضا عنها، وبالتالي عندئذ لن يكون هناك هكذا يعني مرغصات، لن يكون هناك هكذا تناقضات في القرار السياسي، ولا حتى تناقضات في القرار العسكري، حتى لا نصل إلى جبهة تعمل وعشر جبهات لا تعمل، أو ربما أحيانا قرية تجابه وتقاتل وقرية جنبها بجانبها بالضبط لا تفتح نيران على النظام. ربما عندئذ سيادة العميد لكان سقط النظام السوري. بالتأكيد. أريد أن أشكرك ونتمنى أن يحدث ذلك بالقريب العاجل. أريد أن أشكرك سيادة العميد أسعد الزعبي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر الموصول للسيدة ملهم الدروبي عضو المجلس الوطني. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، كان معكم في الإعداد والتقديم هاني موعد، وكان أيضا في قسم الاتصالات محمد الملا، وأيضا في قسم هندسة الإذاعة سلام. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وفي أمان الله. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.